في إفطاره السنوي الذي يقام في شهر رمضان من كل عام، عادة ما يفضل مركز أدمز الإسلامي، والذي يعد ثاني أكبر المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة بعدد منتسبيها الذين يتجاوزون 25,000، يفضل أن يعتمد على اليافعين والشباب المتطوعين من المسلمين الأمريكيين، وذلك لأهداف محددة يحرص المركز على تحقيقها. نحرص دائما على الموازنة بين الجدية والتسلية في برامج النيافعين لنجعلهم دائما يرغبون في تعلم المزيد. هذه واحدة من وسائل تحقيق الذات التي يقدمها المركز لأبناء الجالية المسلمة الشباب، بغية تمكينهم من أداء دورهم القيادي والاجتماعي، ومنع مخاطر إمكانية وقوعهم في فخ خطابات الكراهية والتطرف والتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية عبر شبكات الإنترنت. هذا هو الإسلام في أمريكا. نحن لا نريد استنساخ أي تجربة في دول أخرى وتطبيقها هنا في أمريكا. ما نريده هو أن نصل إلى تحقيق التوافق بين القيم الإسلامية والقيم الأمريكية. يشدد مسؤولو المركز وشركاؤهم من قيادات العمل الروحي من الديانات الأخرى في منطقة واشنطن الكبرى على أن هذا التحدي لا يقتصر فقط على أبناء المسلمين الأمريكيين، بل إن مخاطر الوقوع في فخ هذه الخطابات خطر يتهدد أبناء جميع الديانات. مركز أدمز له حضوره البارز في المساهمة في جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا لمواطنيها وأكثر عدالة ومساواة بين جميع الأمريكيين على اختلاف أصولهم. مركز أدم الذي يقدم يوميا خلال شهر الصيام 500 وجبة إفطار للمسلمين ولضيوفهم من مختلف الأعراق والديانات، يقيم إفطارا سنويا تحضره سلطات الولاية ونوابها في الكونغرس، إضافة إلى شركاء العمل الروحي في منطقة واشنطن. لحماية شبابنا من خطاب التطرف، نعمل على تعليمهم المعنى الحقيقي للإسلام كدين يحث على السلام والمحبة والقبول بالاختلاف. منذ نشأته اختار مركز آدم الإسلامي لنفسه تحديين. التحدي الأول ويتعلق بالتواصل مع بقية مكونات المجتمع الأمريكي وجعل أبوابه مفتوحة لكافة الأمريكيين من كل الأصول والأعراق، والتحدي الآخر هو حماية للجيل الجديد من أبناء المسلمين الأمريكيين من مخاطر التطرف والعنف والتجنيد عبر شبكة الإنترنت. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.